وصلنا لمعرض السيارات يا جماعة الخير، ومن أرض المعارض نكلمكم، ومن معرضنا تحديدا معرض وسام التسامح. جيت يا جماعة الخير باخذ موتر مخزن جيل الألفينات، أنا أسميه موتر الكل يعشقه، 2004 بحرية تعرفونها، الذات اللي تابعني على الأصفر وعلى التيكا، باخذها اليوم وباخذ عليها تغطية شاسعة موسعة من جميع النواحي، حتى مسكة خط راح نمسك عليها. كل اللي عليكم دام ان عند المعرض صوروا الشاشة على لوحة المعرض، هذه أرقام التواصل للاستفسارات عن أي سيارة موجودة أو السيارة اللي راح نغطيها ونكمل تغطيتنا عليها. يلا يا جماعة بنشغل الآن الموتر مع بعض وبنشوف التفاصيل. بسم الله تبارك الرحمن، نقول بسم الله. البطارية ضعيفة من الوقفة، بسم الله وعينكم على الممشى. راح نقفلها يا جماعة ونخليها يعني بوقف على 15 وممكن تزود إن شاء الله تبارك الرحمن. يا جماعة ودي أني أدخل لكم الريحة، تستمتعون في ريحة الموتر من الداخل، لكن وقفتها هنا بشيل بعض الأغراض عليها وبعدها بإذن الله بنتوكل على الله. ها قررت تغير موقفها، بنجيبها بالريوس عشان نحمل أغراضنا عليها. برضو جبت مرش عشان نثبت الغبار زيادة، لأني ما ودي ألعب بالغبار. بنحمل الأغراض وبعدها بنرش بمرش خفيف على الغبار عشان يثبت شوي، بس ما ودي ألعب في غبارها. قررت احط على الشنطه الحنبل ذا لاجل ما نبغى حتى اغراضي، حتى ملابسي ما ابغاها تعدم الشنطه، حتى هذه مكيسينها، يعني نحاول نحافظ قد ما نقدر. جماعه الخير علموني اذا عجبكم المحتوى، اعطوني علم. زي هذه الان الكامري، هذه نعرض بيع، عجبكم المحتوى حمسوني باللايك والكومنت والاشياء الجميله. بشويش على البلاستيكات. ايوه سلام، وقفتها تنزل من ورا الحين يا جماعة الخير، وعطونا الدائري وعطونا رابح. عاد جونيور الله يعينك، زر هنا حالات الستاندر. صدقيني عطنا رابح، صدقيني. ها لكن اهم شيء الاكياس بالله، ها حقت الوكالة تقطع، هي لله مشمسة. قررنا يا جماعة الحين بنطيح الغبار عشان نشوف فلخة ونركز اكثر. بيطيح الغبار لا في اخوي بحكم خبرته، كل واحد عطى الخباز خبزه لو اكل نصه ولا لا علي. طيب كذا يا جماعه بنطيح الغبار الحين وبنزل باقي اغراضي انا، لان وراي مشروع ثاني. سلام تروشت حتى. علي تعال يا حبيب قلبي تعال. طبعا ميزه المرش هذا يرش لك رذاذ قوي، يعني ما يقطر قطرات كبيره، موجود في علامه قطب. طبعا اي شيء نصوره ينباع في علامه قطب، والرابط تحت في الوصف. هذا المرش شكله على الرذاذ كيف. شوف الغبار بعد ما نشف شوي معنا يجي بالطريقه ذي، مثبت وراكد شوي. القزازه الاماميه والله متوقع يا اخوك ان راح نمسحها. هنا برضه بنحاول نرفع الكيس، كيس البلد ذا يا حبيبي، بنحاول نرفعه ان شاء الله ما يتقطع معنا، بس عشان ايش ناخذ راحتنا في الخط وما يضايقنا. بسم الله توكلنا على الله. نقطة بدايتي في اي رحلة، طلعنا البحرية من المعرض وجينا نشيك بس على المحل، اخذنا كم غرض خفيف لطيف، الفرع جدة طبعا، وبرضه اخذنا الجلدة الجميلة هذه، شكلها جميل ومعطيه شكل مع الغبار، ونقول ليتس جو. هنا طبعا وصلنا المحطه وقررنا نفلل ونعطيها احمر مو اخضر. عبي يا صديق فل احمر وبشويش على التانكي لو سمحت. فل ودقه واحد يا حبيبي. طبعا يا جماعه بنعيش جو الالفينات، صدق بنعيش جو الالفينات صح. 2004 ولازم كذا لجيت المحطه تعبي التانكي فل احمر، وتشوف يا صديق يا مدري تنتبه للبودي والغبار، اهم شيء لا يجيه شيء. فناخذ راحتنا كذا ونقعد نتمغط، نجي السياره منا يمين يسار، ناخذ كم لقطه خفيفه لطيفه. تعال يا جماعه دامنا تحت ضاء نتفرج على الموتر مع بعض، اعطوني رايكم كذا. العفش والاغراض، يا الله اللي يشوفك من بعيد يعرف انك مسافر وماسك خط ولا ونازل من ورا شوي، يا لطيف. تعالوا نشوف كم فللنا، ورغم انه كان فيها بداية الربع من تحت
بنشوف كم يا حبيبي؟ دقيقة كم؟ 130 130 فللنا. يا سلام يا سلام يا سلام. يلا يا جماعة باقي نمر البقالة ناخذ كم غرض. وعينك يا حبيبي نعطيه تفحيطة والله بس قلبي مو مطاوعني، لكن بنوقف عند البقالة. وصلنا البقالة بناخذ شوية تسالي واغراض حق الخط. كم؟ 28 وكم؟ 73 هلل. اوف كثير. واخذنا كل الاغراض. ايوه يا حبيبي كويس حصلنا بنشر. هنا قررنا نعاير زيت الموتر ونشوف ونشيك عليه. السلام عليكم. احسن واحد يعاير زيت. كيف عاير زيت؟ برا يعني؟ طيب نقول بسم الله نفك الكبوت ونطفي الموتر عشان نعاير الزيت. هاي محمد بالله شوف اللي احسن واحد يعاير زيت. دقيقه عشان الغبار. يلا بسم الله ان شاء الله تبارك الرحمن. نذكر الله يا جماعه شيك ذحين المويه تمام امورها واضحه حمراء من هنا امورها زينه ان شاء الله. نذكر الله تكفون يا جماعه كل شيء فيها بختوم الوكاله. نسحب العيار. الموتر طبعا ساخن تو طافي فطبيعي يجي العيار ناقص فيبين معهم اذا ناقص او لا. ها 100% ما شاء الله ذهبي اهم شيء ذهب يا حبيبي ذهب. يلا خلاص يعطيكم العافيه. شكرا شكرا. اذا ما شاء الله الكريم شيكنا على الزيت شوفت عينكم. لكن بندور تسجيلات. اغلب المحطات ذحين يا جماعه الخير ما فيها تسجيلات. ايش نسوي والشريط كسد يعني بنجلس على الراديو؟ لا يا حبيبي بندورنا تسجيلات. نبغى يبغى لها رابح يبغى لها شيء كذا يبغى لها يبغى لها سهله. لا ما في تسجيلات. ما في اي تسجيلات موجوده. يا لطيف شو نسوي؟ هنا بعطيكم الحل. الحل موجود هنا يا حبيبي. وتاخذ من وين؟ من علامه قطب ضغطه زر تفتح وتقفل تشبك عن طريق الجوال. وبنشوف فالخط شوي قدام لا تسجلون على الرحله. عن طريق البلوتوث ربطنا الكاسيت بالجوال ونقول يلا يبغى له حنيه شوي تعرفون لكن نسمع الصوت اهم شيء. من علامه قطب فرع المدينه او جده ورابط المتجر تحت او الموقع الالكتروني. هنا نقدر نقول تعدينا المركز. انا قررت اني اجلس معاون كذا بجرب السواقه وبجرب اني معاون كيف فنقيس كميه الراحه سواء سايق او معاون. فتعدينا المركز تو تقريبا جده 385 390 كيلو من المدينه لكن مسكنا الخط الان تو نتعدينا المركز يعني قدامنا حوالي 370 365 كيلو باذن الله تعالى. الحين بدر باقي معاون. قلبي قهرسني ماني ما ابغى امشيها زياده يا جماعه. مشت 13 113 و65 كيلو باقي على جده 318 نقطه الوصول الاولى ساسكو بنوقف هناك. ماشيين برضو السرعه النظاميه ما شاء الله الكريم شوفت عينكم تبارك الرحمن. عزل ورساوة والله ما توقعتها ما شاء الله تبارك الله. ماشيين السرعه النظاميه طبعا تقريبا تعدينا اليتمه بعشرة كيلو مواصلين باذن الله تعالى ونقطه الوصول مثل ما ذكرنا ساسكو. وصلنا كذا يا جماعه الخير ساسكو. معليش انا معاون للحين كنا السواق قاعد يسوق لكن وصلنا ساسكو. والله من الجوع شوي لقطنا فبناخذ من البيك نعين الله خير وبنريح. ايوه شويش شويش السواق روقنا. ايوه ما شاء الله فبنوقف ونريح شوي ونتعشى وبعدها وصلنا نقطة الوصول الأولى. وصلنا البيك يا جماعة لقطنا جوع وصلنا ساسكو. نقدر نقول وصلنا ساسكو كويس. لقينا المزروع ذا وإن شاء الله الأجواء زينة. كل هذا يا جماعة الخير ما أبغى الريحة تمسك. سلام الرحمة يلا حيهم صور وخذ راحتك عيون. الله يحييك. ريحة الوكالة يا جماعة أقدرها. صح ان الاجواء برد لكن والله المعاون اللي معاي انك غير تاكل في البرد هنا ولا ريحه السياره تقلب كلها. صح انها نعمه لكن اقسم بالله ما ابغاها تمسك. كذا خلصنا عشان يلا لك الحمد وباقي لنا 226 كيلو تمام بنكمل الحين رحلتنا. تعشينا عين الله خير ونقول رمي النفايات. هنا صرفيه البنزين بعد ما تعدينا ساسكو تقريبا باقي على جده 200 كيلو تقريبا او بالضبط 200 كيلو. الحمد لله على سلامتنا تو دخلنا جدة وتو تعدينا المركز
وداخلين جدة والحمد لله على سلامتنا. كذا نقول الكامري ما قصرت، الأربعاوية ما قصرت، البحرية ما قصرت. بندخل الآن جدة وبكرة ورانا جداول وتغطيات بإذن الله عند علامة قطب فر جدة. هذه صرفية البنزين ما شاء الله تبارك الرحمن 95، فللناها من المدينة ودخلنا الآن بعد مركز جدة وفيها فوق النصب شخطة بسيطة. الله يسعد لي صباحكم كل خير. قبل نشغل الموتر بنشيك على زيت الموتر، طبعا بعد ما مسكنا حول 400-450 كيلو. وقبل نروح المحل يا جماعة بنعاير الزيت، وقبل نشغل الموتر أساسا بنعاير الزيت ونشوف هذا العيار. شوفت عينكم أول ما سحبناه الزيت، طبعا شوفت عينكم ذهب يا حبيبي ذهب، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفت عينكم على العيار، تشوفون مثل ما تشوفين القربة ما شاء الله مليانة، لكن ما يمنع أن نعاير الأدير ما شاء الله تبارك الرحمن. موية مثل ما تشوفين موية حمراء، موية الوكالة ما شاء الله الكريم. كذا نقدر نقول شيكنا على الزيت وعلى الموية، بسم الله. إذا وصلنا المحل، وصلنا علامة قطب فرع جدة، هذا الموقع الثاني لعلامة قطب. قلنا الفرع الأول المدينة، الفرع الثاني جدة، والموقع الإلكتروني، واستفهامات كثيرة. متابعينا الأعزاء، من علامة قطب أو من مقر علامة قطب فرع جدة اللي في جدة اللي مقابل ملعب الجوهرة، هنا اليوم الأول لنا في جدة بعد ما ألقينا أو جينا برحلة جميلة سميتها رحلة الألفينات على المزيونة دي. جينا وقفنا الموتر الحين نقابل علامة قطب، شوفت عينكم طلعنا المرش، الطياس موجودة في الشنطة، احترنا ما بين ان نغسل ولا نخليه على غبارها، ركدنا الغبار بالمرش، شوفت عينكم راح يجي الغبار بعد شوي زي كذا. هنا المنطقة هذه انشفت، لكن بوريكم حالة حالة الغبار من دون غسيل بس بتركيد المرش شوي. ليش نركد الغبار شوي بالمرش وعلى خفيف ومن بعيد؟ لجل الغبار يزيد يمسك ويزيد يثقل، وبرضو عشان ما يطيح، فتثبيت هي مرحلة تثبيت للغبار. فاعطوني رأيكم، ترى كلمت أهل التيك توك للأمانة هذه خنتكم فيها، كلمت أهل التيك توك والسناب قلت لهم يعطوني رأيهم بغبار نخليه على غبارة وجنوطة وكفرات الحمر وبدون طيس، ولا أن نغسلها ونعطيها شاور خفيف لطيف ونركب طيسها ونلمع كفراتها. فودي أنكم تشاركونا بالآراء، لكن الآراء هذه حصرية وهذا مقطع تسلسلي راح ينزلكم بإذن الله قريب. لكن شوفت عينكم تبارك الرحمن، وحنا تحديدا في محطة الأصالة في حي الأصالة في جدة.